بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير. اهلا بكم في قناه افكار الموعد مع فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم فانوس رمضان بالكرتون وبقماشه خياليه بطريقه سهله. عملت معاكم على القناه قبل كده فانوس رمضان من ازازه، وعملت كمان بالفوم وكمان من المناسيم، وعملت زينه رمضان. اتمنى تشوفوهم وتقدروا تنفذوا الفكره المناسبه ليكم، وكل عام والجميع بألف خير يا رب. اتمنى اللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل كل جديد، واتمنى اللي يعجبه اي فيديو اللي بنزله يا ريت ما ينساش اللايك علشان ده بيساعد على ان الفيديو يستمر واكبر عدد يشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي. هحتاج اول حاجه طبعا قماشه خياليه. انا حبيت ان انا اعمل قماشه خياليه كده والكرتون بطريقه بسيطه وزي اللي بيتباع، بس نقدر ننفذه احنا في البيت بطريقه سهله جدا. كمان انا هحتاج التزيينه، اما عندك فرنشة تستخدميه، عندك الشريط البنبوني ده تستخدميه اللي موجود. انا معايا الاثنين، هشوف هستخدم ايه فيهم المناسب في الشكل هستخدمه. وده قماش الخياميه طبعا الكرتون هعمله بالكرتون. دي المقاسات اللي انا هشتغل بيها. انا هعمله مقاسه كبير مش صغير، ومش صغير او مش كبير او مقاسه مناسب وكويس. المقاسات اللي انا هشتغل بيها انا هقولها لكم علشان اللي حابب يشتغل بيها نفسها يشتغل بيها. اول حاجه انا هعمل الجسم بتاع الفانوس اللي في النص كده. عملت من فوق هنا 16 سنتي، ومن تحت هنا عملت 7.5، وصلتهم كده ببعض 15 سنتي و 15 سنتي زي بعض بالظبط. ده كده جسم الفانوس. الجزء اللي تحت طبعا لازم يكون نفسه 7.5 هنا، يبقى لازم يكون هنا 7.5 عشان تكون المقاسات متساوية. انا بحب اعمل حاجة كده ببطرون عشان تبقى سهلة معايا في التنفيذ. هعمل كده اللي تحت كده 14 سنتي، وهنا 7.5 وهنا 7.5. اتمنى تكون المقاسات واضحة بالنسبة لكم. الفانوس من فوق عملته 16 سنتي، نفس المقاس كده من فوق 16، وهنا 13 وهنا 13، ووصلتهم ببعض. اتمنى تكون المقاسات واضحة بالنسبة لكم اللي حابب يعمل نفس المقاسات. طبعا اول حاجة انا هقص طبعا البطرون اللي انا عملته ده علشان هعمله على الكرتون. هقص كده البطرين كله واوريهولكوا. ده كده شكل البطرون بتاع الفانوس بعد ما قصيته. دلوقتي هعمله على الكرتون. هجيب كده قطعة الكرتون، هجيب كل واحدة من دول اعملها على اربعة. دي اعمل منها اربعة، ودي اعمل منها اربعة، ودي اعمل منها اربعة. هحددها كده على الكرتون.
الهلال. أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال. أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. وده شكل الفلوس بعد ما خلص. بجد الفلوس شكله حلو جدا، اتمنى بجد يعجبكم وتقدروا تنفذوه بسهولة. انا هنا عملت هنا الهلال كده بقماش الجوغ، عملته بلون ابيض، وهنا حطيت استرس، هنا حطيت برضو استرس مكان ما مرضتش اعمل من الفرنش ده، هنا كده حسيته هيبقى كتير قوي فعملت باسترس كده بس. طبعا موجود عندنا على طول الاسترس وبنستخدمه مش غالي. هنا عملت الايد برضو، هنا كان عندي نجوم كده مضيئة صغيرة كده، حطيت هنا منظر دي بتنور في الضلمة. طبعا عملت هنا اتنين، طبعا لو عاوزين نعمله بإضاءة بس انا مش محتاجة بإضاءة، هنحط هنا اللمبة كده وهنشغلها هتكون كويسة جدا. حجم الفانوس حلو، مش عارفة هو واضح في الكاميرا ولا لا، بس هو حجم حلو جدا. اتمنى بجد الفانوس النهاردة يعجبكم، واتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك علشان ده بيساعد وبيشجعنا على الاستمرار. واشوفكم على خير مع فيديو جديد وفكرة جديدة. ونهاية كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال.